ننتقل الآن إلى أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد استذكر الأردنيون أمس ميلاد الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. هذه الذكرى وجدت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغنت بالقائد العظيم الذي بنى الأردن الحديث في فترة زمنية كانت مليئة بالتحديات. بهذه الذكرى نشر قسم الإعلام المجتمعي في رؤية العديد من الفيديوهات والصور، إضافة إلى الأسئلة التفاعلية على صفحة رؤية الرئيسية على الفيسبوك، ومنها سؤال: ما هي أكثر مقولة تستذكرونها للملك الراحل الحسين بن طلال؟ فجاءت الإجابات تفاعلية وكثيرة من قبل أصدقاء الصفحة البالغ عددهم أكثر من 800 ألف مشترك. من هذه الإجابات نقتبس ما قالته إيناس الدباس، التي قالت أن أكثر مقولة تذكرها للراحل وهي: إني أحب هذا الشعب حبا عظيما، الحسين في قلوبنا. أما عماد خورما فاعتبر أن أكثر مقولة يذكرها للحسين هي: فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة.